ينضم إلينا من إسطنبول للحديث عن ملف الانتخابات المبكرة وسعي الأحزاب السياسية الحثيث لتأجيل موعدها. ينضم إلينا السيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد حسين. بداية، أكثر من 400 حزب سياسي أكثرهم ناشئون يعتزمون التنافس على 328 مقعدا برلمانيا، كيف تقرأ هذه الأعداد؟ هل هي حقيقية برأيك؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. ارتفاع عدد الأحزاب بهذا المستوى الذي هو تجاوز حتى أعداد مقاعد البرلمان يثبت فشل الديمقراطية في العراق. أنا أقول لو أدركت أمريكا والغرب وإيران أن الانتخابات في العراق سينتج عنها حكومة وطنية لانقلبوا عليها ولن يسمحوا باستمرارها، لكنهم رسموا لها يعني سيناريو متكامل بحيث لا ينتج عنها إلا حكومة طائفية ذات أعضاء فاسدين قتلة للشعب العراقي، فهم يدركون أي كيفما تغير المشهد سينتج بهؤلاء فقط، لا يمكن أن تغيرهم. تغيير الجلد لا يغير أصلا الحزب. اليوم لاحظ الأحزاب يعني تكلمنا على أنها سوف تغير أسماءها وواجهاتها بواجهات جديدة. هو لم تتغير هذه الأحزاب اليوم منذ انتخابات 2010 و2014 و2018. راح أعطيك أمثلة. مجلس الأعلى سمى نفسه تيار الحكمة، حزب الدعوة سمى نفسه دولة القانون، التيار الصدري سمى نفسه سائرون، الآخرين سموا نفسهم النصر. هذه الأسماء لن تغير من أصل المشكلة شيء. الأصل أن هذه الأحزاب الطائفية والأحزاب الفاسدة هذه جاءت سب على الشعب العراقي وانتقمت من هذا الشعب وسرقت أمواله. ولا يمكن تغييرها إلا بانتفاضة شعبية عارمة تجتثم من جذورهم. طيب سيد حسين، ماذا عن الحاضنة الشعبية لهذه الأحزاب؟ هل هي موجودة بالفعل وهناك من يدعي انتماءه لثورة تشرين؟ ما حقيقة ذلك؟ يا سيدي، الانتخابات عام 2018 لم يشارك من الشعب العراقي 20%، وهذه كانت قبل الانتفاضة. فما بالك بعد الانتفاضة؟ علينا أن ندرك أن الشعب العراقي في واد وهؤلاء في واد. هؤلاء فقدوا الحاضنة الشعبية كاملة، لا يمتلكون أي حاضنة وتحولوا إلى دكاكين سياسية، والانتفاضة أغلقت حتى هذه الدكاكين. لهذا السبب يبحثون عن طريقة ما ليدخلوا من الشباك من خلال هذه الانتخابات. وأكرر، لو أدرك المجتمع الدولي أن انتخابات العراقية سينتج عنها حكومة وطنية لانقلبوا عليها كما انقلبوا في دول عربية أخرى نتائج انتخاباتهم. هذا الأمر يجب أن نؤمن به من حيث المبدأ. تأجيل الانتخابات، تغيير الوجوه لا يغير من أصل المشكلة شيء. لكن لماذا تدفع الأحزاب بقوة لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة عن موعدها؟ حتى الآن طبعا لم يعلن بشكل رسمي، لكنه قاب قوسين كما يقال أستاذ حسين. سيدي، تأجيل الانتخابات يثبت على أنه هذه الأحزاب لم تكتمل طبختها للانتخابات الجديدة، تحتاج شيء من الوقت، إما يخدمها تاريخ الانتخابات لمناسبة طائفية أو دينية للتحشيد، أو تجلب بعض الشباب تشتري ذممهم حتى يكونوا واجهة لها خلال انتفاضة تشرين. لديها عدة سيناريوهات لم تكتمل. القصة ليست إجراءات إدارية ولا مالية. لا يمكن أن تؤجر انتخابات في العراق، هذا البلد العريق الغني، بسبب الأمور المالية أو بسبب الإجراءات الإدارية. هذا الأمر مستبعد، لكن هذه الأحزاب لم تكتمل إجراءاتها لسيناريو جديد لهذه الانتخابات، ولهذا السبب إن أرادوا تأجيلها سيؤجلوها. سيد حسين، ماذا لو جرت الانتخابات المبكرة في موعدها؟ هل هناك تعويل عليها بأن تحقق تغييرا ما على الأرض؟ لا يمكن، كما قلت لك، لا يمكن لإجراء أي انتخابات في ظل وجود هذه الميليشيات وهذا التزوير وغض الطرف عنها من المجتمع الدولي والمال الفاسد، لا يمكن أن ينتج عنها لا حكومة وطنية ولا نواب يمثلون الشعب. في السؤال الأخير، ما المطلوب اليوم إذن لتلافي مطب الوقوع في فخ تزوير الانتخابات كما حدث عام 2018؟ وعلى ماذا يعول المتظاهرون في العراق؟ تفضل. شوف، أي انتخابات يعني عادة ما تكون الدولة هي التي تمنع التزوير، أو الأحزاب المنافسة هي التي تمنع التزوير. لكن عندما تكون أحزاب الدولة والأحزاب المنافسة لها هم من يساهم في التزوير، فهنا يحتاج إلى تدخل المجتمع الدولي.
المجتمع الدولي من خلال ممثلة الأمم المتحدة هي مشغولة فقط في لقاء قادة الميليشيات وتارك الشعب العراقي والمقابر الجماعية، ولم ترفع تقريرا واحدا للأمم المتحدة لمجلس الأمن، وفي كل يوم نحن نكتشف مقبرة جماعية. هل هؤلاء هم يمثلون فعلا المجتمع الدولي وغضوا الطرف عن كل ما يجري في العراق؟ أنا أعتقد أنه الانتخابات التزوير فيها ليس من كتل صغيرة ولا من مرشح واحد، بل من أحزاب السلطة نفسها. وإذا فسد الملح من يفسد من يصلحه؟ هؤلاء هم الدولة. الأمر صعب جدا ولا يمكن، ولهذا السبب أي انتخابات لا يمكن أن ينتج عنها أي حكومة وطنية ولا مجلس نواب يمثل الشعب. من اسطنبول كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.